مشاهدينا السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي 100% رقمي، البرنامج اللي كنستقبلوا فيه ضيوف وخبراء وكنحلوا معهم جميع مفاهيم الديجيتال. هذا الأسبوع غادي نتكلموا على رقمنة قطاع اللوجيستيك وغادي نشوفوا كيفاش غيرت الأدوات الرقمية والتكنولوجيا الطريقة ديال الخدمة ديال الشركات المسؤولة عن نقل الأشخاص والبضائع. وباش نتعمقوا أكثر في هذا الموضوع غادي نستضيفوا دريس أعرابي، مدير الاستيراد والتصدير بميناء طنجة المتوسط اللي هو أكبر ميناء إفريقي. غادي يكون أيضا معنا ياسين الدليحي، مدير العام ديال شاري.ma، مقاولة ناشئة مغربية ناجحة كتسهل الخدمة ديال تجار الجملة والتجار بالتخصيص واللي وصلت القيمة ديالها سنة 2022 حسب المجلة الأمريكية المتخصصة تيك كرنش المليار درهم. في لايك الأسبوع غادي نتعرفوا على ستارت اب المغربية كاتيديس اللي كتقدم حل رقمي تكنولوجي 100% من خلال تسيير عملية توصيل الطرود بشكل إلكتروني. وفي شير الأسبوع غادي نشوفوا لوجيسميد، المعرض الدولي للنقل واللوجيستيك لإفريقيا والبحر الأبيض المتوسط. كيتنظم هذا الحدث في المغرب منذ 10 سنوات وكيجمع 100 عارض، الهدف ديالهم يبينوا الدور المركزي ديال هذا القطاع ويساهموا في الانعاش الاقتصادي ديال البلاد. ولكن كيف العادة قبل ما نبداو نخليكم مع آخر مستجدات عالم ديجيتال فقرة نيوز. شفت شركة ساس المتخصصة في مجالات التحليلات أن الذكاء الاصطناعي كيسرع التحول الرقمي للقطاع الاقتصادي في المغرب. ووضحت الشركة في لقاء تنظم مدينة الدار البيضاء مؤخراً أن التقنيات المتقدمة كتعاون الشركات في إدارة المخاطر والكشف على المعاملات الاحتيالية في الوقت الفعلي. أكدت الشركة أن التعلم الآلي اللي كتعتمد عليه في برامجها كيهدف لتزويد الشركات الصغيرة بمستوى كبير من القوة والسرعة. باحثين مغاربة في مركز التميز للفلاحة الرقمية وتقنياتها التابع لجامعة UMCSPI بنغرير تلقوا منصة رقمية سميتها كابو إيدج. المهمة ديال التطبيق الرقمي هو قياس إزالة الكربون والتقليل من الآثار ديالو في الصناعات الغذائية والزراعية في المغرب. كابو إيدج احتاج عام ديال الأبحاث والتطوير وغادي يعاون بزاف المقاولات والفلاحين والمنتجين يقدموا خدمات صديقة للبيئة. اعتبر الباحث الأمريكاني بن غوردزيل على هامش قمة التعاقدات في ريو دي جانيرو أن الذكاء الاصطناعي كيهدد 80% من الوظائف في السنوات المقبلة. صريحات بن دار جدل كبير خاصة أنه قدم ممرضة آلية المهمة ديالها تعتني بالناس الكبار في السن اللي كيكونوا في دور العجزة. بان اعتبر أن الذكاء الاصطناعي ما كيشكلش خطر والناس تولي عندهم إمكانية يديروا أمور أخرى. إدريس مرحبا بك معنا في البرنامج. السؤال الأول اللي نبغي نبداو به الحلقة هو شنو كان قصدو برقمنة قطاع اللوجيستيك؟ نعم، الرقمنة ديال قطاع اللوجيستيك هو أساسا كل الأنشطة المتعلقة بتدفقات السلع أو المعلومات ديال هاد السلع بطريقة شمولية، يعني كل ما يخص هاد السلع من مثلا المشتريات، من التوزيع، من التصدير، من مثلا المساطر الجمركية. خص واحد النظرة شمولية ديال هذيك لاشين دو فالور باش نقدروا نتحكموا في اللوجيستيك بصفه عامه. لا شك ان المشاهدين ديالنا عارفين بان ميناء طنجة المتوسط هو اكبر ميناء في افريقيا، هو ميناء عصري كيتيليزي التكنولوجيات. واش ممكن تقربنا من الخدمات اللي تم الرقمنة ديالها في هذا الميناء؟ منذ سنة 2021 قمنا برقمنة جميع ما يخص يعني المرور بالميناء، وحنا حاليا في الحقيقة ما كنقدروش نتخيلوا اننا يعني نسيروا هذا الكم الهائل من المعلومات بدون رقمنة القطاع. كيفاش ساهم ميناء طنجة المتوسط في تطوير قطاع اللوجيستيك في المغرب؟ طنجة المتوسط غيرت الخريطة ديال المغرب يعني في كل ما هو ربط بحري، لان المغرب قبل طنجة المتوسط كان كيتواجد في المرتبة 83 عالميا من ناحية الربط البحري. حاليا المغرب هو في المرتبة 18 عالميا. ايضا ميناء طنجة المتوسط من ناحية يعني مؤشر يعني كل ما هو نجاعة وكل ما هو efficacité performance portuaire كيتمكن حاليا انه يكون في المرتبة السادسة عالميا من اصل 370 ميناء في العالم. كيفاش سهلت الرقمنة ديال الخدمات اليومية ديال هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد المغربي؟ الرقمنة حاليا كتمكننا اننا نسرعوا يعني مع كل ما هو تواصل مثلا ما بين الادارات، اننا مثلا نكون نعرفوا شنو كيوقع مثلا في الاسواق الخارجيه، في البورصات العالميه. احنا مضطرين اننا ناخذوا يعني هذا القطار ديال الرقمنه بسرعه باش نستغلوه ونسرعوا من النمو ديال الاقتصاد المغربي. واللي مهتم بهذا القطاع من الناس والشباب اللي كيتفرجوا فينا، شنو خاصهم يقراو؟ شنو هما المهارات المطلوبه الا بغاو يخدموا في المجال ديال اللوجيستيك؟ كاينه مثلا لا سوبلاي شين، كاين الناس مثلا اللي كيشتغلوا مثلا في كل ما هو هذا الشيء هذا ديال الرقميات، لان حتى هي تطورات بزاف. كاين الناس مثلا اللي عندها تخصص في كل ما هو انشطه مثلا الصناديق الحديديه والكونتينر، كاين الناس اللي عندها تخصص مثلا كيفاش
نقدر ندير هذيك الحساب ديال شحال هذه تسوى لي هذه السلعه باش نخرجها من هذا المخزن ونوصلها لهذاك الكليان. كاين كل ما هو مثلا اي كوميرس اللي حتى هو تطور بزاف في هاد الناحيه دي. هذا السؤال كيتوجه للخبير والخبير ديال اللوجيستيك اللي نتايا، واش قطاع اللوجيستيك في المغرب غادي يخلق مستقبلا مناصب الشغل؟ إليه علاش؟ قطاع اللوجيستيك هادي خلق ومازال هادي يعني هادي خلق مناصب شغل، وهادي يسمح للشركات مثلا اللي هي صناعيه انها تجي للمغرب بفضل تواجد هاد مثلا الشركات ديال اللوجيستيك، او بفضل وجود مثلا ميناء كميناء طنجة المتوسط اللي كيسمح لهم انهم يوصلوا مثلا لديستيناسيون اللي ما كانوش كيقدروا يوصلوا لهم بفضل هذا الربط البحري وبفضل النجاعه اللي كاينه مثلا في عمليه الاستيراد والتصدير. شكرا لك سي دريس على الاجوبه ديالك. العفو. مشاهدينا نخليكم دابا مع لايك الاسبوع اللي غنتعرفوا من خلاله على كاتيديس، مقاوله مغربيه ناشئه كتقدم حل رقمي لتسيير عمليه توصيل الطرود بشكل 100% الكتروني. لنشاهد. السلام عليكم، انا عماد المنصور الزكري، انا هو المؤسس والمدير التنفيذي ديال ستارت اب كاتيديس. كاتيديس هي واحد الشركه ناشئه في عالم اللوجيستيك اللي كتعتمد على التكنولوجيا في مجال التوصيل، وخاصه في مجال التوصيل في التجاره الالكترونيه. كما كنعرفوا اليوم مجال التجاره الالكترونيه هو واحد المجال رقمي 100% وكيعتمد في البيزنس ديالو على الرقمنه في المبيعات، فكيخصوا واحد الشريك اللي هو رقمي في مجال التوصيل باش يمكن ليه التتبع ديال الطلبات ديالو وكاع البروسيدور ديال لي فونت كامل. الرقمنه عاونات المجال اللوجيستيك بواحد الشكل كبير، بحيث انها خلاتنا نكونوا قرابين من الزبائن ديالنا عبر المنصه واللي كنحاولوا نتواصلوا معاهم بشكل دائم، وبالتالي كتعاوننا حتى توفير الوقت، توفير المال والنفقات ديالنا على حساب دورات التوصيل او اللي كنسميهم لي بلون دو تورني ديال لي ليفريزون اللي كتعتمد على الاحداثيات وعلى لي جي بي اس ايتترا. وبالتالي كنمكنوا الزبائن ديالنا انهم يكونوا متصلين 100% 24 ساعة مع 24 ساعة بالطرود ديالهم وبالزبائن ديالهم. مرحبا بك سي ياسين معنا. شكرا على الاستضافة. قبل ما نبداو بغيت نعرف شنو هو الرأي ديالك في هذه المقاولات الناشئة، هذه الستارت اب المغربية اللي ولاو كيدخلوا للسوق ديال اللوجيستيك. بالنسبة لي هذا خبر مزيان، حيت تأكد لنا أن السوق باقي فيه ما يدار، وأن الشباب بدا تيدخل بمقاولات صغرى رقمية ديجيتاليزي، تأكد أننا السرعة ديال التطوير ديال المجال غتكون كبيرة بفضل الرؤية الجديدة للشباب. كنسمعوا بزاف بشاري.ma هاد اليامات، واش تقدر تقرب المشاهدين ديالنا اللي سمعوا بالموقع ولكن ما كيعرفوش اش كيقدم من خدمه بالضبط؟ ساري.ma هي واحد التطبيق رقمي، والفكره ديالو بسيطه بزاف، هو نوصلوا للبقال المغربي مول الحانوت، تسهيل التمويل ديالو، السلعه ديالو كامله اللي محتاجها في المحل يلقاها في تطبيق واحد، يكون ديسبونيبل 24 ساعه على 24، 7 ايام على 7 ايام، ونحيدوا ليه العراقيل اللي كانوا عنده في التموين اللي خصو اليوم يخدم مع 40 و50 و60 شركه في النهار باش يمول السلعه ديالو محتاجها في الصفة يومية. إلا غادي نبسط، بلاصه ما يبدا يجي عنده كل نهار 3 4 10 ديال الكاميوات، كل واحد يديشارجي شويه ديال السلعه، كيكون عنده واحد البوابه اللي كيتعامل معها وهي اللي كيقدر يشري فيها جميع المنتوجات. حنا جبنا له واحد التوفير ديال الوقت من عن طريق الرقمنه ديال التموين ديال السلع ديالو في المحل ديالو. وكيفاش كتستعملوا هاد الرقمنه اللي تكلمتي عليها في شاري.ma باش تفوقوا على المنافسه مثلا، ولا باش تلبيوا واحد الحاجه، تسدوا واحد الحاجه اللي كانت في السوق وكان حتى واحد ما كيسدها قبل؟ الهدف اللي جينا به هو رقمنه ديال لاشين دو فالور كامله، من لا بريز دو كوموند، يعني من طلب انه يدخل للسيستم حتى التوصيل ديالو من عند السيد اللي مكلف بالتوصيل. دخلنا البروسيس كامل، دخلنا في واحد الرقمنه، خلينا يقدر المول الحانوت اليوم يتبع المراحل ديال التمويل والتوزيع ديال السلعه اللي محتاج بصفه رقميه غير من الهاتف ديالو. واش كتظن ان المهنيين ديال قطاع اللوجيستيك في المغرب مستعدين اليوم باش يستعملوا اكثر تكنولوجيا؟ من ناحيه الاستعداد بالطبع مستعدين. واش الاستعمال الرقمنه اليوم اختيار؟ ما تنظنش انه بقى اختيار في 2023، حيت ظروف العمل، السوق التنافسيه تخلي جميع الشركات اللي يكونوا في اللوجيستيك اللي في المجال اللوجيستيك انهم يقلبوا على تحسين المردوديه وتحسين الانتاجيه. وتحسين المردوديه والانتاجيه في الدومين اللوجيستيك اللي فيه بزاف ديال الاستثمارات ثقيله من ناحيه المركبات، من ناحيه المخازن، ما يمكنش يدار لما دارش اطرافير الرقمنه. يعني الرقمنه ما بقاتش اختيار اليوم، ولات ضروره
على جميع الشركات اللي في اللوجيستيك في المغرب. شكرا لك سي ياسين على الاجوبه. مشاهدينا نخليكم مع شير الاسبوع اللي غادي نشوفوا فيه لوجيسماد، المعرض الدولي للنقل واللوجيستيك لافريقيا والبحر الابيض المتوسط، واللي كيتنظم في المغرب منذ 10 سنوات. لنشاهد. سنة 2012 تم إحداث لوجيسماد، المعرض الدولي للنقل واللوجيستيك لإفريقيا والبحر الأبيض المتوسط، بهدف تقديم مساهمة فعالة في تعزيز الثقافة اللوجيستيكية في المغرب وتثمين القطاع وتعزيز الإشعاع المغربي كفاعل أساسي على الساحة اللوجستية الإقليمية. الحدث كيعتبر الموعد السنوي الهام لقطاع اللوجيستيك بالمغرب، كيتنظم هذه 10 سنوات وكيجمع أكثر من 100 عارض، 3500 زائر مهني محلي ودولي من مختلف المهن المرتبطة بالقطاع، بحال خدمات النقل واللوجيستيك والتعبئة والتغليف وتكنولوجيا المعلومات والخدمات. المعرض هو الوجهة المفضلة للمهنيين اللي كيقلبوا على التكنولوجيا الحديثة والخدمات والحلول اللي كتناسب احتياجاتهم باش تكون عندهم قدرة تنافسية في القطاع. كل سنة كيتم تنظيم الحدث على مدى 3 أيام، كيكون فيها مجموعة ديال الندوات والأنشطة والعديد من المستجدات، وهو فرصة لتبادل الأفكار واللقاءات مع الشركات الناشئة وإمكانية تسهيل التواصل مع زبنائهم المستقبليين. قطاع اللوجيستيك في المغرب كيواكب الرقمنة وكيوفر حلول ذكية لتقصير أوقات التسليم وتحسين الجودة وخفض المصاريف. قبل ما نقول لكم سلامة، عندي لكم واحد السؤال مشترك. بغيت نعرف شنو هي التطورات الرقمية والتكنولوجيا اللي غادي يعيشها قطاع اللوجيستيك خلال السنوات المقبلة. اللوجيستيك والرقمنة هادي مشيو يعني مع بعضياتهم لتطوير القطاع، يعني ممكنناش نتخيلوا بأن اللوجيستيك هادي تتطور إلا ما تطورناش حتى في الرقمنة ديال هاد القطاع بطريقة موازية. يعني كل ما زدنا في الرقمنة، كل ما زدنا في هاد الخدمات، كل ما النمو ديال الشركات هادي كبر واحد الطريقة سريعة. سي ياسين، الرقمنة غتبقى هي الحل الوحيد اللي تيبان ليا باش نتجاوزوا الصعوبات اللي جايين، اللي هما غيكونوا صعوبات ديال الطاقة، وغتقيس جميع المكونات ديال اللوجيستيك. شكرا لكم تلبية الدعوة، شكرا لكم على المشاهدة. كيف العادة يمكن تتبعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على الصفحات الرسمية للأولى. كنقول لكم موعدنا الأسبوع المقبل مع حلقة جديدة من 100% رقمي مساء يوم الأحد على الأولى. بسلامة.